أعلنت الفنانة نادى بسيوني وفاة كلبها في تغريدة عبر حسابها على تويتر معربة عن حزنها الشديد لرحيله. وهنا في لقطة رومانسية نشرتها على حسابها على تويتر، وغردت قائلة: رحل عن عالمنا القاسي يوم 9 أغسطس، ما قدرتش أكتب كلمة عن موته من كتر الألم لفراق أجمل كائن حبيته في حياتي. قصة بدأت بالعطف وأضافت: إلى أن أصبح قطعة من قلبي رحلت لأن الله أراد أن يرحمك مما قد تقاسيه من البشر. لم ولن أنساك، فأنت قطعة من قلبي، أجمل وأطيب بول، حبيت تشاركوني حزني زي فرحي. لكن ندى بسيوني فوجئت بتعليق من متابع لها يقول: حزني إيه؟ ده كلب، الناس دي شاربة إيه على الصبح؟ فردت عليه: أليس الكلب من مخلوقات الله؟ وذكر مع أهل الكهف، وكلب أهل الكهف من الكائنات 10 المبشرين بالجنة مع حوت سيدنا يونس وغيرهم. ودخل رجل الجنة في كلب، ودخلت امرأة النار في هرة. رحمتنا بالحيوان لا تقلل من رحمتنا بالبشر، بل تقيس مقدار رقي الرحمة في قلوبنا. شكرا لحضرتك. واحد تاني رد عليها: يا ست ندى، تحياتي لحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة، من فضلك تحدثي عن الرحمة بالحيوان، فنحن مأمورين بذلك في كل الأديان، بلاش تنحري فيه في حديثك للأمور الدينية، عشان أنت لست أهلا لذلك ولن يقبل منك هذا. يكفيك أن تكوني نموذجا يتسم بالرحمة ويتعامل بها مع كل الكائنات، شكرا لتقبلك وعذرا لغير ذلك. فردت عليه برضو: ما سكتتش، أنا لا أتحدث عن جهل في أي معلومة دينية موثقة، يا ريت حضرتك تسأل وتعرف ما هي الكائنات 10 المبشرة بالجنة دون الإنسان، وأعتقد الأحاديث معروفة لدخول رجل الجنة في كلب. اقرأ كتاب الرفق بالحيوان في الإسلام، كلنا محتاجين نقراه لنتعلم ديننا. أشكرك وعيد مبارك عليك. دي نادى بسيوني، وهنشوف أسرار عن زواجها دلوقتي. كشفت الفنانة نادى بسيوني تفاصيل تعرضها للخيانة وكيفية اكتشافها. وقالت ندى بسيوني في حوارها في برنامج حكايتك المذاع على قناة النهار الخميس 3 يناير 2019: اكتشفت خيانته بالهاتف المحمول وشفته بعيني على الحقيقة، وناس كتير من الأصدقاء أكدوا لي خيانته. مضيفة: أنا سامحته لفترة وبعد كده ما سامحتش، لأن الخاين بيستمر في خيانته. ودي نادى بسيوني ما افصحتش بقى مين هو صديقها، جوزها، واحد غريب، واحد كاتبة علاقة معاه. وأضافت: أنا ما افتقدتش حاجة، وأنا عايشة من غير راجل حاليا، لأني أؤمن أن وجود الراجل في حياة المرأة لن يكتمل إلا بوجود عاطفة بينهما. نادى بسيوني مولودة 2 نوفمبر 1968، ممثلة مصرية اسمها بالكامل ندى محمد مصطفى بسيوني، من مواليد اسكندرية في 2 نوفمبر عام 68. فنانة جميلة ندى بسيوني. تزوجت مرتين، الأولى من المخرج المسرحي والممثل سناء شافع، والثاني كان من المخرج السينمائي شريف حمودة. من ناحية أخرى، تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورة للفنانة المصرية ندى بسيوني مع ابنتها الوحيدة مايا من الفنان سناء شافع. جاءت الصورة أثناء حفل تخرج مايا من الجامعة الأمريكية، وتباينت الآراء حول الشبه الذي يربط بين ندى ومايا. هناك من اتفق أن الشبه بينهما كبير للغاية، وهناك من رفض هذه الفكرة وسجل اعتراضه بأنه لا يوجد شبه بين ندى بسيوني وابنتها مايا. وهناك من رأى أن ندى بسيوني تفوق ابنتها جمالا. هنا ندى بسيوني ومايا بنتها، انتوا ايه رأيكم؟ أنهي الأكثر جمالا؟ من ناحية أخرى، كشف الفنان سناء شافع عن أسرار حياته الشخصية وزيجاته 9 من داخل الوسط الفني وخارجه، قائلا:
أنه تزوج 9 مرات. ده الفنان سناء شافع، جوز 9 منذ أن كان طالبا بالمعهد العالي للسينما، وانتمائه كان للمنهج الاشتراكي. وأضاف أنه رغم معتقداته الاشتراكية إلا أنه خاض تجربة الزواج من أسر غنية برجوازية مرتين. وأضاف سناء شافع خلال حواره في تصريحات تلفزيونية يوم الثلاثاء 1/11/2016 أن أول زوجة له عندما كان طالبا بالمعهد العالي للسينما. ده الممثل القدير سناء شافع، وهي طالبة بمدرسة الليسيه، وكانت ابنة تاجر مجوهرات كبير، حيث نشأت قصة حب بينهما، مضيفا أنه توجه لألمانيا بعد ذلك، وقضى 9 أعوام تزوج خلالها من الطبيبة كريستا ابنة طبيب ألماني كبير، ولديه ابن منها يدعى عبد الله نديم. وأشار إلى أنه بعد عودته إلى مصر مع زوجته الألمانية في فترة السبعينيات من القرن الماضي ب15 يوم انفصل عنها، موضحا أنه سافر للكويت لمدة 4 سنوات، تزوج مرتين خلال تلك الفترة من خارج الوسط الفني على مرات متعاقبة، ولم تستمر العلاقة طويلة بينهم. ده سناء شافع. وأردف شافع أنه تزوج من الفنانة ندى بسيوني، ولديه بنت منها تدعى مايا، إلا أن العلاقة لم تستمر طويلا وانفصل عنها. ديت ندى بسيوني، مؤكدا على وجود تواصل معها، وعمل معها مؤخرا في مسلسل أريد رجلا، وكان يقوم بدور شقيقها. هنا صورة نادرة، دي ماجدة زوجة سناء شافع الحالية على اليمين، وسناء شافع، أحمد خليل، بعد كده ندى بسيوني وابنتها ماي. ديت مايا ابنة ندى بسيوني وسناء شافع. هنا ندى بسيوني مع بنتها برضو. في شبه كبير بينهم. من ناحية أخرى، تابع سناء شافع قائلا أنه تزوج من الفنانة ناهد جبر، وهي لديها ابن يدعى ماجد يعمل مدير إنتاج حاليا، وبنت تدعى ميساء لم تعمل بالوسط الفني. دي منى جبر وناهد جبر. أما ناهد جبر فاسمها الحقيقي ناهد عبد الفتاح جبر، مخرجة وممثلة سينمائية ومسرحية مصرية، ولدت في 11 يوليو 1945، وهي ابنة اللواء عبد الفتاح جبر وشقيقة منى جبر. هنا الأختين طبعا في شبه كبير بينهم. تخرجت في معهد السينما قسم إخراج، وعملت في أفلام قليلة، حيث اكتشفها حلمي حليم في نهاية الستينيات، وركزت نشاطها على التلفزيون والمسرح، وقامت بإخراج أفلام للتلفزيون. هي موسيقى رخيصة، رجل طيب، من المسلسلات التي عملت بها أبرياء في قفص الاتهام، وقال الزمان، وعملت في مسرحيات شاهد ما شافش حاجة، طبعا فاكرينها، كانت بتمثل مع عادل إمام في المسرحية والأسد دخلوه، ده مشهد تاني من شاهد ما شافش حاجة. تزوجت من لاعب الكرة عصام بهيك، ثم من الممثل سناء شافع، ثم عادت إلى زوجها الأول مرة أخرى. ده عصام بهيج وناهد جبر. وأضاف سناء شافع أنه حاليا متزوج من خارج الوسط الفني منذ 11 عاما بسيدة تدعى ماجدة عبد الحافظ، ولديها 5 أبناء أيتام يعيشون معها. ديت ماجدة زوجته الأخيرة اللي هي على اليمين، ماجدة زوجة سناء شافع الحالية، والصورة دي تجمع كمان زوجته السابقة ندى بسيوني وبنتهم ماي. وأكد الفنان سناء شافع أن العلاقة الاجتماعية بين أولاده جميعا جيدة وعلى تواصل دائم، وهناك تواصل مع بعض زوجاته السابقات، مشيرا إلى الجمع بين أكثر من زوجة في آن واحد خطر كبير،
يعمل دائما على نشوب المشكلات باستمرار. سناء الشافع مولود 25 يناير 1943، هو ممثل ومخرج مسرحي مصري وأستاذ أكاديمي مصري، تخرج في المعهد العالي للسينما وعمل مدرسا به، كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح، حيث أخرج مسرحية دون كيشوت عام 75، ومن أهم أعماله السينمائية دوره في فيلم حتى لا يطير الدخان وفيلم فوزية البرجوازية. أما بالنسبة للتلفزيون فقد شارك في مسلسلات الزيني بركات وحضرة المتهم أبي. أما منى جبر فهي مولودة 18 ديسمبر 1938، ممثلة مصرية حاصلة على ماجستير في الآداب، بدأت عملها كمذيعة ومقدمة برامج في التلفزيون، حيث دخلت التلفزيون عام 60. ديت منى جبر ولمعت كمذيعة، وقد التفتت إليها السينما مثلما حرص مع زميلتها المذيعة نجوى إبراهيم من أشهر برامجها اتنين على الهوا، وتولت إدارة قنوات أطفال عربية. منى جبر واعتزلت السينما في أوائل التسعينيات، وجاءتها فرصة البطولة وأداء شخصية الفتاة الرومانسية، ولمعت في فيلم الحفيد، وقدمت برنامج فن الباليه في فترة الثمانينيات على التلفزيون المصري، وكانت زوجة لفنان الباليه عبد المنعم كامل، ومن قبله زوجة للمخرج هاني لاشين. ده هاني لاشين زوج منى جبر. وقد فاجأت الجميع باعتزالها وارتداء الحجاب أوائل التسعينيات. الفنانة المحجبة ظهرت مؤخرا ولم يتغير شكلها كثيرا رغم مرور السنوات، فما زالت تحتفظ بنفس ملامحها الجميلة التي أحبها جمهورها، وده هنا بعد الحجاب. ايه رأيكم؟ اتغيرت كتير؟ نفس ملامحها تاني. دي منى جبر قبل الحجاب وبعد الحجاب، وهي شقيقة الممثلة ناهد جبر. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المتابعين.